الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، برنامج إدارة الأعمال لطلاب التعليم عن بعد، بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. أهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا الجديدة. إخواني وأخواتي طلاب المستوى الخامس بمقرر سلاسل الإمداد والتوريد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتناول استكمالا عرض السابق بالمحاضرة السابقة، والتي تناولنا فيها جزء من الفصلين العاشر والفصل الحادي عشر، وبعنوان تخطيط ورقابة وتقويم المخزون. هستعيد مع حضراتكم لمدة دقيقتين بس الجزء النظري الأول، وكنا احنا اشتغلنا في جزء عملي وهو المرتبط بطريقة تحديد الكمية الاقتصادية أو الكمية الاقتصادية للطلب. والكمية الاقتصادية للطلب كان في ثلاث طرق لحسابها، إما من خلال الرسم البياني أو من خلال الجدول أو من خلال المعادلات. وبالنسبة للرسم البياني والجدول فقد تم التعرض لهم بالمحاضرة السابقة، هنفكركم أو نذكركم بيهم بسرعة، وبعد كده إن شاء الله هنبدأ إن احنا نتعامل مع الجزء الجديد والخاص بكيفية تحديد الكمية الاقتصادية من خلال المعادلات. كان بدأنا في محاضرتنا السابقة يا أخواننا وأخواتنا، عرفنا إيه هو المخزون وليه احنا لازم نحتفظ بكمية معينة منه وليست هي الكمية الأكبر أو الكمية الأقل. قلنا ان دائما ما بيكون قيمة المخزون بتتراوح ما بين 15-25%، تكلفة المخزون قيمتها بتتراوح ما بين 17-24% من تكلفة المخزون نفسه. قلنا يعتبر المخزون من اكبر الاستثمارات، ويصل في بعض الشركات المؤسسات الكبيرة الصناعية الكبيرة الى ما يساوي او ما يعادل او ما يصل الى تقريبا الى حوالي نسبة 50%. المخزون اللي انت بتحتفظ به يفضل أن لا يكون كبيرا، أن لا يكون قليلا حتى لا تتوقف عمليات التصنيع، ولا بد من مراجعته باستمرار. مكونات المخزون السلعي في المؤسسة التصنيعية عادة ما بيتكون من 5 أجزاء، وتناولناها في المحاضرة السابقة بالتفصيل، وهي المواد الخام والوحدات تحت التشغيل والسلع التامة أو الوحدات التامة، ثم بعد كده المواد المزودة. هناك بعض القرارات اللي كنا تناولناها المتعلقة بالمخزون السلعي، وتحدثنا عن أهمية تخطيط ورقابة المخزون السلعي وأسبابه. كانت قراراتنا تحديد أنواع المخزون، تحديد الحجم الأمثل للأمر المخزون، أنا هشتري قد إيه كل مرة، وده اللي احنا بدأنا فيه عمليا، وإزاي أخزن، وكمان نقطة إعادة الطلب، متى يتم إعادة الطلب مرة أخرى. وكنا قلنا بالمثال بالأرقام لفظيا، ولكن ما تناهلش في شرحنا عمليا بأمثلة رقمية، ولكن إن شاء الله غالبا بنتناول النهاردة مع الوقت إن شاء الله. بعد كده كنا اتكلمنا على طبيعة تخطيط ورقابة المخزون وغرض إدارة المخزون إيه بالضبط، وأكدنا إن يجب أن يكون هناك توازن. لن يتحقق التوازن إلا من خلال أن يتساوى أو يحدث توازن ما بين تكاليف الأمر بالشراء وتكاليف التخزين، تكاليف الأمر بالشراء وتكاليف التخزين. ودي مهمة جدا، لأن هتفرق معانا كتير جدا في الجزء العمل اللي احنا بنشتغل فيه، واعتقد ان انتوا لاحظتوا ده في المحاضرة السابقة. حاولنا نعرف تكاليف المخزون وتكاليف الأمر بالشراء، تكاليف التخزين وعناصرهم، وتكاليف نفاذ المخزون. وبعد كده بدأنا في الجزء الأخير من المحاضرة السابقة في كمية الأمر الاقتصادية أو الكمية الاقتصادية لأمر الطلب. الكمية الاقتصادية من الموضوعات المهمة جدا، وإحنا زي ما قلنا ليها ثلاث طرق لحسابها، والثلاث طرق لحسابها هم طريقة الرسم البياني، طريقة التجربة والخطأ،
وده عن طريق ان انا اعد جدول اشوف فيه التكاليف بتاعتي ايه، وطريقه استخدام معادله الكميه الاقتصاديه، وده اللي احنا ما تعرضنا لهوش في المحاضره السابقه، ولكن باذن الله بنتعرض له ان شاء الله النهارده في محاضرتنا. طريقه الرسم البياني يا اخواننا واخواتنا، كان ان انا عندي محورين برضو من الرسم بعد اذن حضراتكم على الاسهم معايا، محورين احدهما افقي والاخر راسي. الراسي يتحدث عن التكاليف او يمثل التكاليف، والكميه تمثل على المحور الافقي. تكاليف التخزين تبدأ من الصفر إذا أنت لا تخزن، وهو بالإشارة الحمراء أو بالمنحنى الأحمر ده اللي هي تكاليف التخزين. كمان تكاليف الأمر بالشراء باللون البينك أو الفوشيا أو هذا اللون بتنحدر من أعلى إلى أسفل، لأن كل ما بيزيد عدد الوحدات المخزنة كل ما بتقسم هذه التكلفة على تلك الوحدات أو على هذا العدد، فبتنخفض كمية مبلغ أو تكلفة الأمر بالشراء كلما زادت عدد الوحدات المطلوبة. مجموع الاثنين اللي هو ده مع ده بيساوي اجمالي التكاليف بتاعه المخزون، وهي هذه الكميه اقل اجمالي تكاليف مخزون عندما يلتقي تكاليف التخزين مع تكاليف الامر بالشراء عند النقطه دي، وهنا بنصل فوق الى اقل نقطه تكاليف مخزون اجماليه. بعد طريقه الرسم البياني كنا اشتغلنا على طريقه التجربه والخطا. تعالوا نفتكر المثال بتاعنا ده بتاع التجربة والخطأ، لأن هو احنا شرحنا منه طريقة واحدة وهي طريقة الجدول، نفكركم بيها بسرعة أيضا، ولكن إن شاء الله بنستكمل الشرح النهاردة بالكامل على طريقة المعادلات، وهناخد أكتر من مثال لطريقة المعادلات. تتوقع شركة روساندا أن يكون إجمالي الطلب على المخزون السلعي خلال العام القادم 5000 وحدة. خد بال حضرتك، هو هنا بيتكلم في نقطتين بس تاخد بالك منهم. اول معطيات المثال هو بيدي لك كمية الطلب الاجمالية للعام، انا محتاج في السنة كله 5000 وحدة. خد بالك من نقطة تانية، ان هو طلب من حضرتك ان هي 5000 وحدة ولم يعرفك بان هي 5000 ريال او الاخره، يعني هنا بالوحدات. طيب اخد بالي من ايه؟ يعني هنا بالوحدات ممكن بعض التمارين تيجي بالمبالغ المالية، وهنشوف هنا هنعمل ايه وهنا هنعمل ايه في الاجابات بتاعتنا. وقد تم تقدير تكلفة الطلب بمقدار 10 ريالات لكل امر شراء. كل ما بتعمل امر شراء بتدفع 10 ريال عشان تصدر هذا الامر كتكاليف لاصدار الامر الشراء. فاذا علمت ان تكلفة الاحتفاظ بالوحدة من المخزون السلعي تعادل 1/10 ريال، 1/10 ريال يعني حوالي 10 هللة، عشان تحتفظ عشان تخزن وحدة واحدة بتكلفك عملية التخزين بتاعتها سواء بقى جوه المخزن او الاخره ايا كان، فعملية التخزين بتاعتها بتكلفك حوالي 10 هللة او 1/10 ريال، وتحسب طبعا على متوسط المخزون خلال العام، يعني عدد الوحدات اللي بنخزنها بندفع فيه كام في السنة. هنا المطلوب ان انا اعداد جدول لايجاد الكميه الاقتصاديه لامر الشراء، ده اللي هو باللون الاحمر قدام حضراتكم، ثم هو مكمل فوق بالازرق، ثم احسب عدد مرات الشراء وتكاليف الشراء وتكاليف التخزين. كل ده يا اخوانا ممكن اجيبه بالجدول وممكن اجيبه بالطريقه الاخرى وهي طريقه المعادلات. المره اللي فاتت شرحنا طريقه الجدول، تعالوا نفتكرها بسرعه لان هنشتغل عليها تاني النهارده للتذكير. قلنا بنعمل 5 أعمدة زي ما حضراتكم شايفين. العمود الأول من اليمين عدد أوامر الشراء خلال العام، أحيانا بنرمز له بالرمز نون، وهذا الرقم هو رقم افتراضي. ممكن حضرتك تبدأ تقول لي 1 2، ممكن أشتري أعمل أمر شراء 1، أعمل 2، أعمل 3، 10، 11، 12، 15. لو أنت تلاقيت نفسك أوامر الشراء بتزيد معاك ولم تصل حتى بعد إلى نقطة التعادل ما بينهم، ما بين التكاليف الطلب وتكاليف التخزين، أو لم تصل بعد إلى أقل تكاليف إجمالية طلب واحتفاظ بالمخزون مع بعض، تكاليف الطلب والاحتفاظ بالمخزون مع بعض أو التكاليف الإجمالية، فمن الممكن أن تختصر. يعني ايه اختصر؟ اقول 1 2 وبعدين انط لي 3 مثلا و4 واقول 5، اسيب 6 و7 واقول 8، اسيب 9 اخد 10، اخد 11 12، اسيب كذا واخد 15 وهكذا. ده وارد وانا هوريك ازاي هتتعامل دي في مثال اخر مش المثال ده، لان المثال ده كان هو يعتبر بالنسبه لنا هو المثال الاول، ومحتاجين ان احنا نوضح الامور فيه تفصيلا مره مره.
العمود الثاني هو حجم أمر الشراء، وحضراتكم بتحسبوا حجم أمر الشراء اللي هو العمود ده وبنرمز له بالرمز كاف. إذا حضرتك قسمت حجم الاحتياج السنوي اللي هو عندنا في مثالنا 5000 وحدة على العمود الأول اللي هو نون أو عدد مرات الشراء، فبيدي لك حجم أمر الشراء الواحد. بمعنى إذا حضرتك كنت بتشتري مرة واحدة، فالمرة الواحدة دي بتقسم 5000 وحدة اللي موجودين عندك في التمرين على الواحد، يدلنا 5000، ده حجم أمر الشراء، يعني هشتري 5000 مرة واحدة. طب يمكن أشتريهم على أمرين، ففي الحالة دي حضرتك بتقسم 5000 على الأمرين، فبيدولك 2500 وحدة في المرة الواحدة، أو على 3 أو على 4 بيديلي 1250، على 5 بيدلنا 1000، على 6 على 7 على 8 على 9 على 10. فقسمت 5000 مثلا وحدة على 10 مرات شراء، فأدتني 500 في كل مرة. ده بالنسبة للعمود الأول والعمود الثاني. العمود الثالث هو تكاليف الطلب. الطلبية بتكلفني قد إيه؟ بتعمل كم أمر شراء؟ وإحنا عارفين إن تكاليف الطلب هي تكاليف إصدار أوامر الشراء. تكاليف الطلب هي تكاليف إصدار أوامر الشراء. نرمز لها أو معادلتها أو طريقة حسابها هي نون في مقدار في 10 10. هنا دي يا أخوانا اللي هي تكلفة أمر الشراء الواحد، مش ثابتة العشرة دي في 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 باستمرار معايا في كل التمارين. نون اللي هو العمود الأولاني هيتضرب في 10. اشمعنى 10؟ 10 هي تكلفة إصدار أمر الشراء الواحد زي ما التمرين قال لي. لو ضربت 1 في 10 ب 10، 2 في 10 ب 20، 3 في 10 ب 30، وهكذا حتى 10 في 10 ب 100. أدي العمود الثالث. العمود الرابع وهو تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وهو قال لك تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المخزون تساوي 1 من 10 ريال، بمعنى 10 هللة. عشان تحسبها في القانون بيقول كاف على الاثنين مضروبة في مقدار تكلفة الوحدة الواحدة اللي هي 1 من 10. كاف دي مين؟ كاف هي العمود رقم 2 اللي بنرمز له بالرمز كاف، اللي هو أمر الشراء الواحد. المرة الواحدة هشتري فيها كام؟ حجم أمر الشراء في كل مرة. فمثلا بالنسبة للجزء الأولاني كاف على الاثنين، يبقى 5000 على الاثنين ب 2500. في 1 من 10 2500 في 1 من 10، الكلام ده هيساوي 250. هما 2500 برضو هقسمهم على الاثنين، فحضرب ال 2500 على هقسم ال 2500 على الاثنين يدينا 1250، هضربها في 1 من 10، الكلام ده هيساوي 125 ريال. وعند 3 وعند 4 اللي هي 1667 و 1250. مثلا ال 1000 هنا قلنا 1000 على الاثنين ب 500، 500 في 1 من 10 ب 50، وهكذا هذه الأرقام حتى 500، 500 على الاثنين ب 250 في ال 1 من 10 ب 25. تكاليف الطلب عرفناها ان انا بضرب العمود ده كله في العشرة ريال اللي هي تكلفة الامر الشراء الواحد، ودي بنجيبها بقانون كاف على الاثنين في التكلفة بتاعة التخزين بتاعة الوحدة الواحدة. نكمل بقى. طب العمود الاخير هجيبه ازاي؟ العمود الاخير هو حاصل جمع العمود الثالث والرابع. تكاليف الطلب زائد تكاليف الاحتفاظ بالمخزون تساوي اجمالي تكاليف الطلب والاحتفاظ، او ان لو سميناها التكاليف الاجمالية مش عيب ولا غلط. اجمع 10 زائد 250 يبقى 260، 20 زائد 125 بقت 145. الله ده الرقم نزل. ثم 113، 103، 100، 102، 106، 111، وهكذا بدأ يزيد. شوف حضرتك احنا مظللين الصف ده لأسباب. اولا اقل تكلفة، اقل تكلفة اجمالية بتساوي 100 ريال. جات منين؟
هتلاقي ان انت جبت تكاليف الطلب ب 50 ريال وجبت تكاليف الاحتفاظ بالمخزون ب 50 ريال، مجموعهم ل 200. بمراجعة عمود اجمالي التكاليف ده كله على بعضيه، فبنلاقي ان 100 دي اقل حاجة، وعندها دائما، عندها دائما خد بالك لان دي نقطة جوهرية، وهتشوف المثال اللي جاي في نقطة فيها مشكلة في النقطة دي. دائما عندها يتساوى تكاليف الطلب مع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، دائما عندها يتساوى تكاليف الطلب مع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ده شرط، شرط عشان تحس ان انا حليت صح. ده انا بعرفك شيء ليك انت، عشان اتاكد ان انا وصلت صح لابد ان انا الاحظ تكلفة الطلب بتتساوى مع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. عندها هيكون حمض مأمر الشراء 1000 وحدة، يعني احنا عايزين 5000 وحدة في السنة، في المرة الواحدة هطلب 1000، يبقى انا هطلب كم مرة؟ هطلب 5 مرات. يبقى كده تحدد المطلوب اللي هو كان على الجزء اللي هو بالازرق في الاخر، بيقول لك والله لو سمحت حدد لي عدد مرات الشراء. عدد مرات الشراء من الجدول واضحة اهي، 5، حجم امر الشراء الواحد 1000، تكاليف الطلب او تكاليف الشراء 50، تكاليف الاحتفاظ المخزون. تكاليف الطلب ممكن نقول تكاليف الشراء اللي هي اصدار امر الشراء يعني، تكاليف الاحتفاظ بالمخزون 50، مجموع الاثنين على بعض يدينا التكاليف الإجمالية ب100، لابد أن يتساوى 50 مع 50، لابد أن يتساوى تكاليف الطلب مع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ده مراجعة بسيطة وسريعة لما تم شرحه في المحاضرة الماضية للتذكير. نبدأ نشوف الجزئية الثانية اللي هو طريقة استخدام معادلة الكمية الاقتصادية لأمر الشراء، وده شغل جديد ناخد بالنا منه. لو جينا بصينا يا اخواننا واخواتنا على طريقة الرسم البياني عشان نحدد من خلالها حجم كمية الشراء في المرة الواحدة وعدد مرات الشراء ونقطة الطلب او النقطة اللي هي خاصة بالكمية الاقتصادية والنقطة الخاصة بتكلفة الشراء او اللي هي تكلفة الطلب والنقطة الخاصة بتكلفة التخزين، فحلاقي ان ممكن اوصل لهم بالرسم البياني، ولكن على الرغم من ذلك فان الامر بيبقى امر صعب شوية. ربما ايدي وانا برسم تتهز، ممكن ان ايدي ما تتكونش مظبوطة، حساباتي الرقمية على الرسم ما تتكونش مظبوطة، كل ده قد يؤثر احيانا في الوصول للرقم الحقيقي او الصحيح لتلك التكاليف ولكمية الاقتصادية من الطلب. ايضا من الجدول قد يحدث ان يتساوى التكاليف الكلية في كميتين طلب. هوري لحضراتكم جدول كده، خليكم معايا. جدول ده بصوا حضراتكم عند الخط الأصفر والخط اللي هو اللونه الزهري أو البحري، عند عشر مرات طلب، عند 10 أوامر طلب اداني تكلفة إجمالية 160 ريال، وعند 11 مرة طلب اداني تكلفة إجمالية 160 ريال. يعني معنى كده ممكن ان انا احصل او يحصل عندي او يظهر عندي مشكلة. المشكلة دي هنناقشها واحنا بنتكلم في المثال ده لما نيجي نحله ان شاء الله، ولكن برضو هناك بعض المشاكل. طب والحل؟ نظرا لصعوبة هذا الامر او عدم دقة هذا الامر تحديدا في الفاظنا، فقد اتجهوا الى ان يتم حساب الكمية الاقتصادية وتلك التكاليف من خلال المعادلات الرياضية اللي ما فيش فيها بقى خطأ في الملي او خطأ في الرسم او في الشكل او الى اخره. نموذج كمية الامر الاقتصادية ده معادلة رياضية وليها بعض الفروض. الفروض دي باعتبار ان الفرض الاولاني بيعتبر او بيفترض ان
كمية الطلب بتبقى معروفة وثابتة. ده افتراض نظري، افتراض نظري لحل المشكلة. الافتراض الثاني أن تكاليف الأمر بالشراء معروفة وثابتة. أمر الشراء إصداره معروف، ممكن يكون معروف، ولكن ثابت ده مش دايما، لأن الأمور أشياء بتزيد وبتغلى وبتختلف من شخص إلى آخر أو من متعامل إلى آخر، فوارد أنها تختلف، ولكن هذا أيضا افتراض لإثبات صحة النظرية من المعادلات. الافتراض الثالث أن طاقة الإنتاج والمخزون غير محدودة. الافتراض الثالث أن طاقة الإنتاج، كمية المنتج كتير فبحتاج لمخزون كتير، أن المخزون غير محدود، برضه أن المخزون بخزن كميات كبيرة في جزء من شغلتنا دي، أو في الجزئية دي بالذات هنتعرض لو في مشاكل أو في روابط أو في معوقات لكميات المخزون والكلام ده، هنعمل إيه والحل يبقى شكله إيه، وده بعدين بس مش المحاضرة دي، أما ننتهي الأول من الشكل الأساسي لكيفية استخدام معادلات الكمية الاقتصادية لتحديد وحساب أمر الشراء. طريقة استخدام معادلة الكمية الاقتصادية لأمر الشراء زي ما احنا قلنا لحضراتكم وفي البداية أنها تعتمد على نموذج رياضي كمي، مجموعة من المعادلات عشان أحسب من خلالها تكاليف المخزون، تكاليف الاحتفاظ، تكاليف الطلب وتكاليف الاحتفاظ والتكلفة الإجمالية وأيضا الكمية الاقتصادية. ده بيظهر في التالي. خدوا بال حضراتكم الأربع رموز دول لازم حضراتكم تبقوا عارفينهم في طريقة المعادلات مش في طريقة الجدول. سيبك بقى من طريقة الجدول، إذا تشابهت بعض الرموز أو تشابه المقصود ببعض الرموز من بين طريقة المعادلات وطريقة الجدول انساها. أنا يلزمني في طريقة المعادلات دلوقتي الأربع رموز دول معناهم إيه، وأنا حطيتهم في صدر الصفحة عشان تبقى واضحة لحضراتكم. ط هي إجمالي عدد الوحدات المطلوبة من المخزون خلال الزمن اللي هو بيعدوني في التمرين وبيبقى سنة. يعني لما كنا بنقول من شوية في المثال بتاعنا يبقى ط بتساوي 5000 وحدة في المثال الأولاني اللي كنا بنتكلم فيه. كاف هي حجم أمر الشراء أو كمية الطلبية في المرة الواحدة. يعني لما في مثالنا اللي كنا بنشرح عليه دلوقتي اتضح أنه كمية أو حجم أمر الشراء الاقتصادية كانت 1000 وحدة في المرة الواحدة، فده يعتبر كاف بتساوي 1000، ولا وارد أن أنت تتغير في الرقم حسب كل تمرين. تكلفة إصدار أمر الشراء اللي هي 10 ريال، ده الرمز عين نون. تكلفة الاحتفاظ بوحدة من المخزون خلال الفترة نون. تكلفة الاحتفاظ بوحدة من المخزون خلال الفترة المقصود بها هنا اللي هي 1 من 10 ريال، لما كنا بنقول أن تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المخزون ده في مثالنا دلوقتي كانت 1 من 10 ريال. النون دي هتقول لي اصل عدد اوامر الشراء هناك في الجدول، مش قصتي في الجدول كانت ايه، عشان كده انا نبهت من الاول يا اخواننا واخواتنا، من فضل حضراتكم انا ملتزم بهذه الرموز بالنسبة للمعادلات. تعالوا نشوف الحكاية ماشية ازاي، ولكن تعالوا نستعيد الجدول التمرين عشان ما ننساش. حاول اشتغل عليه على الشرح ثم اشرحه بايدي للحل لو انتم حبيتوا، يعني انا ان شاء الله هشتغل عليه يدويا عشان تبقوا شايفين الخطوات بتمشي ازاي. تتوقع شركة روساندا ان يكون اجمالي الطلب على المخزون السلعي خلال العام القادم 5000 وحدة. اقف عندك، طه بتساوي 5000 وحدة، وقد تم تقدير تكلفة الطلب بمقدار 10 ريالات. ادي احنا دخلنا في رمز تاني ويعتبر بالنسبة لنا عندنا اربع رموز، نون اللي هي بواحد من عشرة دي، وعندي العين، وعندي طاء. ادي طاء اللي هي بخمس تلاف، عين بعشر ريالات للمرة الواحدة ده امر الشراء الواحد، ونون بواحد من عشرة. اللهم الفين كيف حضرتك اللي هتحسبها. المطلوب إعداد جدول لإيجاد الكمية الاقتصادية لأمر الشراء، ف
ثم احسب عدد مرات الشراء وتكاليف الشراء وتكاليف التخزين. دول كنا بنطلع لنا في الجدول من خط واحد، انما في طريقة المعادلات كل واحدة ليها معادلة. تعالوا نمشي نروح لغاية عند طريقة الحل. زي ما حضراتكم شايفين، خليك تحت معايا، ان الكمية الاقتصادية لأمر الشراء تحسب من المعادلة التالية: كاف اللي هي الكمية الاقتصادية بتساوي 2 في إجمالي عدد الطلب المخزون خلال الفترة الواحدة، يعني خلال الفترة 5000، يبقى دي اللي هي طاء اهي. انا كاتبها لك لفظيا وبعد كده بالرموز، انما بالالفاظ اوضح. بعد كده حضرتك اكيد هتبقى عارف مين هي عين ومين هي طه ومين هي نون ومين هي كاف. وحطيت لك كمان جدول اهو اللي فات في الصفحة اللي فاتت او في السلايد اللي فات، عشان يبقى واضح لحضرتك احنا بنعمل ايه بالظبط واحدة واحدة. فهنا قلنا 2 في اجمالي الطلب بتاع المخزون خلال الفترة اللي هي طاء، اللي هي 5000 وحدة، في تكلفة الطلب لكل امر شراء، يعني تكلفة اصدار امر الشراء الواحد اللي احنا رمزنا لها بالرمز عين، ودي كانت ب10 ريال، على تكلفة الاحتفاظ بالمخزون قلنا اللي رمزنا لها بالرمز نون وهي 1/10 ريال. تاني برضو دول اهم بالازرق، اما دول فهم بالاحمر، عشان حضرتك تبقى واضحة بالنسبة لك وما تتوهش مني وانا بشرح. طه اجمالي الطلب خلال الفترة الزمنية وعادة سنة، كاف حجم امر الشراء او كمية الطلبية في المرة، وده اللي حضرتك بتجيبه اللي هو نتيجة المعادلة، عين تكلفة امر الشراء، ونون مش باقي يا اخوانا، دي نون تكلفة الاحتفاظ بوحدة من المخزون. على هذا الاساس نطبق القانون والجدول، هنلاقي ان كاف بتساوي 2 في طاء في عين على نون. بنفس البيانات بتاعت المثال السابق هتلاقي ان الكمية الاقتصادية لامر الشراء هتساوي الجذر التربيعي لاتنين في 5010 على 1/10، الكلام ده هيساوي جذر المليون، وجذر المليون 1000 وحدة. خد بال حضرتك، هو ادالك بياناتك قال لك المحتاجينه في السنة 5000 وحدة، فرموزك هتبقى ايه؟ 5000 وحدة، يبقى انا هحط هنا 1000 وحدة. طب يعني انت يعني المشكلة ايه؟ لو هو كان بيكلمك على 5000 ريال فحضرتك هتقول لي ايه؟ 1000 ريال. يعني ما مش هتفرق، لا هتفرق، لان انا ممكن اجيبها لحضرتك في الاختبار. اجيب لك سؤال واحط لك اجابات بالوحدة واجابات بالريال وحضرتك اللي تختار. ده الكمية الاقتصادية، ده كاف، ده أول جزء، ناقص الثلاث نقاط اللي هم بالقلم الأزرق اللي هم عايزين نعرفهم، وهم عبارة عن تكلفة الشراء وتكلفة التخزين والتكلفة الإجمالية وعدد مرات الشراء. تعالوا نشوف بقى القوانين بتاعتهم. عدد مرات الشراء بتساوي طه على كاف الإجمالي على المرة الواحدة. طه بتاعت السنة بخمس تلاف على المرة الواحدة بألف، يبقى 5 مرات، يبقى ده زي ما ظهر فعلا في الجدول. تكلفة الشراء بتساوي عدد مرات الشراء في تكلفة أمر الشراء الواحد. عدد مرات الشراء قلنا 5، تكلفة إصدار أمر الشراء الواحد كان عطولنا ب10 ريال في التمرين، يبقى 5 × 10 = 50 ريال. تكلفة التخزين بتساوي، ودي كانت موجودة عند حضرتك في الجدول، كاف على الاثنين في تكلفة تخزين الوحدة الواحدة. كاف على الاثنين، كاف احنا جبناها خلاص بألف وحدة، على الاثنين 500 في تكلفة تخزين الوحدة الواحدة، كان قال لي 1/10 ريال، يبقى 50 ريال تكلفة التخزين. يبقى انا طلعت الثلاث مطالب اللي هو قالهم. نمرة واحد، عدد مرات الشراء ب5، تكلفة الشراء 50 ريال، تكلفة التخزين 50 ريال. تمام كده؟ التكاليف الإجمالية بكام يا اخوانا؟ تكاليف الإجمالية ب50 + 50، يبقى 100 ريال زي ما ظهر في الجدول. من النتائج السابقة يتضح أن تكلفة الشراء تساوي تكلفة التخزين تساوي 50 ريال، وهو ما يتفق مع ما تم التوصل إليه من طريقة الجدول. ليه؟ لأن احنا في الجدول جبنا نفس الأرقام.
ده دلوقتي يجي بقى دور ان انا اعمل لحضرتك الشرح ده واحدة واحدة علشان حضرتك تفهم مني انا عملت ايه وتمشي معايا واحدة واحدة اذا كان في مشكلة بالنسبة لان انت تفهمه من على السلايدز. بالنسبة لمثالنا اعتقد كده الامور واضحة. كان بيقول ان الكمية المطلوبة من الوحدة الواحدة الكمية السنوية 5000 وحدة سنويا، ودي احنا قلنا عليها بنرمز لها بالرمز طاء. بعد كده قال لي ان تكلفة اصدار امر الشراء الواحد بتساوي 10 ريال، ودي احنا قلنا عليها عين. المعلومة التالتة قال لي ان تكلفة تخزين، دي تكلفة وحدة واحدة بتساوي 1/10 ريال، ودي احنا رمزنا لها بالرمز الاخر اللي هو عبارة عن نون. طلبات حضرتك ايه؟ قال لي والله بعد اذن حضرتك احنا عايزين نمرة واحد الكمية الاقتصادية اللي بنرمز لها بالرمز كاف. قلنا له والله ده كاف اللي هي الكمية الاقتصادية بتساوي الجذر التربيعي ل 2 في طاء في عين على نون. الكلام ده هيساوي الجذر التربيعي ل 2 في طاء ب 5000 في عين اللي هي بعشرة ريال على نون اللي هي بواحد من عشرة ريال. ماشي؟ الكلام ده هيساوي الجذر التربيعي لمليون. الجذر التربيعي لمليون بيساوي 1000 وحدة. ده المطلوب الاولاني. نشوف بقى المطلوب الثاني. المطلوب الثاني قال لي والله احنا عايزين عدد مرات الشراء، عايزين تكاليف الشراء في المرة الواحدة، عايزين تكاليف التخزين. عدد مرات الشراء بتساوي طاء على كاف بتساوي 5000 على 1000. الكلام ده هيساوي 5 مرات شراء في السنة، يعني هشتري على 5 مرات. المطلوب اللي بعد كده قال لي عايزين تكلفة الشراء في المرة الواحدة هيساوي تكلفة الشراء إجمالا عدد مرات الشراء، ما احنا قلنا ان هي 5، خليها كده عربي على طول، في تكلفة أمر الشراء أو إصدار أمر الشراء اللي هي بعشرة ريال. الكلام ده ضرب هيساوي 50 ريال. النقطة الثالثة، عايز تكاليف التخزين الكلام ده هيساوي زي ما عملنا في الجدول كاف على الاثنين في تكلفة تخزين الوحدة.
هيساوي كلف على الاثنين بألف، ده هي الكاف اللي طلعناها فوق، على الاثنين في واحد من عشرة، الكلام ده هيساوي 50 ريال. معلش 50 ريال. خد بال حضرتك بقى من اللي هنقوله هنا اجمالا. نمرة واحد، ان الشراء تكلفته 50 بتساوي التخزين اللي تكلفته 50، وده شرط احنا قلنا عشان توصل للكمية الاقتصادية، ومجموعهما يساوي التكلفة الإجمالية اللي بتساوي 100 ريال. ده بالنسبة لهذا المثال نصيا ورقميا وكده. يبقى حضراتكم خدنا مع بعض الجزء الخاص بحساب أو كيفية حساب الكمية الاقتصادية للمطلوب خلال عام قادم، وأعتقد أن الأمر ليس بالصعب. طيب نشوف مثال تاني، ولكن على نفس الوتيرة وعلى نفس الشكل علشان أمورنا تبقى أكثر وضوحا ودقة. المثال بيقول، المثال الثاني، تتوقع شركة ريتاج أن يكون إجمالي الطلب على أحد الأصناف خلال العام القادم 8000 جنيه. هذه نقطة هي بتوضح أمر تاني أنا كنت بحذركم منه من شوية. خد بال حضرتك أن كمية الطلب من الممكن أن تطلب إما بالوحدات أو كمية الطلب في السنة بالجنيه أو بالريال. الفرق بين التمرينين ايه؟ ولا حاجة، نفس اجراءاتك ونفس خطواتك، بس خد بال حضرتك اذا كان التمرين بيدي لك الكمية كلها بالوحدات تبقى اجاباتك كلها بالوحدات، اما اذا كان التمرين بيدي لك بياناتك ومعلوماتك كلها بالريال او بالجنيه او بالدولار او الى اخره، يبقى هي بنفس العملة اللي انت بتتعامل بيها. نقول تاني، تتوقع شركة ريتاج أن يكون إجمالي الطلب على أحد الأصناف خلال العام القادم 8000 جنيه، وقد تم تقدير تكلفة أمر الشراء بمقدار 8 ريال، يبقى تكلفة الشراء إصدار أمر الشراء الواحد ب 8 ريال. يبقى أعطيني في الأول طاء ثم أدني عندي عين اللي هي 8 ريال. فإذا علمت أن تكلفة التخزين تعادل 20%، أدي فرق كمان. إيه الفرق؟ المرة اللي فاتت قال لي 1 من 10 ريال، هنا قال لي تكلفة التخزين تعادل 20%. إيه المشكلة؟ 20% يعني 20 على 100، يعني 2 من 100، 2 من 10، آسف، 20%، 20 على 100، 2 من 10. في التمرين اللي فكت 1 من 10، في التمرين ده 2 من 10. ايه المشكلة؟ احسب الكمية الاقتصادية. حاضر، احنا عارفين والله ان الكمية الاقتصادية كاف بتساوي الجذر التربيعي لاتنين طه عين على نون بطريقة الجدول. يعني انا هعمل بطريقة الجدول اللي هو الصواب والخطأ، ثم بعد كده ابدأ ان انا اعمل بطريقة المعادلات في المرة التالية. احسب الكمية الاقتصادية للطلب بطريقة الجدول وطريقة المعادلات، ثم احسب عدد مرات الشراء
احسب عدد مرات الشراء وتكاليف الشراء وتكاليف التخزين، نفس الثلاث طلبات اللي بتيجي بعد الكمية الاقتصادية. دول يطلعوا من الجدول، يطلعوا من الجدول. دول يطلعوا من المعادلات او من طريقة المعادلات، يطلعوا من طريقة الجدول ومن طريقة المعادلات، ونشوف الكلام ده واحدة واحدة. دلوقتي نيجي للجدول. انا هعمل مع حضرتك الجدول ده دلوقتي من خلال الشرح على الكمبيوتر او على السلايدز، وبعد كده ابدأ اشرحه لحضراتكم يدويا او كميا، نحسبه ازاي او بتتعمل ازاي العملية الحسابية. الامر هنا بسيط، واحنا قلنا ان احنا عندنا خمس اعمدة في الجدول. الاعمدة اللي عندي في الجدول عبارة عن العمود الاول، وهو عمود عدد اوامر الشراء خلال العام. عمود عدد اوامر الشراء خلال العام يا اخواننا ويا اخواتنا، ده يعتبر عمود حضرتك بتحطه افتراضي من عندك، عدد اوامر الشراء في العام، ورمزين له في طريقة الجدول بنون. تقول لي اصلي نون هناك في طريقة المعادلات، قلت لك خد بالك لما ربما تتشابه او تختلف الرموز دي لوحدها ودي لوحدها، ما تخلطش الاثنين. العمود الثاني هو عمود حجم امر الشراء في المرة، وكنا رمزنا له بالرمز كاف. العمود الثالث هو تكاليف الطلب او تكاليف الطلبية، وتكاليف الطلب كنا قلنا ان هو عبارة عن نون في تكلفة امر الشراء الواحد. اما العمود الرابع فكان تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون كانت عبارة عن كاف مقسومة على الاثنين مضروبة في تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة. العمود الخامس هو عمود مجموع الثالث والرابع مع بعض، اللي هو اجمالي التكاليف، زي ما واضح قدام حضراتكم اهو. الامر يسير وليس بالشكل الصعب او بالامر الصعب علينا او على حضراتكم. بص يا سيدي، العمود الاولاني شوف كده الارقام اللي فيه. احنا لما كنت بقول لكم دلوقتي هننط شوية وكده لما يكون العدد كبير، هنا عملنا 1 2 خليك مع السهم، 3 تجاوزت، 4 5 6 7 وبعدين جيت عند 8 تجاوزت، 9 وبعدين اشتغلت 10 و11 و12. ممكن ممكن، مفيش مشكلة، لان انت ما بتعملش صف بيعتمد عليه الصف التالي، لا، شغلك جدولي اعمدة. العمود الاولاني 1 2 3 10 11 12 حجم امر الشراء اللي هو بنرمز له بالرمز كاف في العمود التاني بيجي ازاي. الكمية المطلوبة خلال العام مقسومة على العمود الاولاني، الكمية المطلوبة خلال العام مقسومة على الجدول الاولاني. كان طالبين خلال هذا العام 8000 ريال هنشتري بيهم مخزون. ال8000 ريال اللي هنشتري بيهم مخزون نقسم 8000 على الواحد فيهم ال8000، 8000 على الاثنين فيها 4000، على 3 على 4 على 7 على 8 فيها ال1000، 8000 على 8 فيها ال1000، على 9 على 10 فيها 800، على 11 فيها 720، على 12 فيها 660. ادي العمود الثاني حجم امر الشراء. يعني ممكن ان انا اشتري مرة واحدة هشتري 8000، او اشتري مرتين كل مرة ب 4000، او اشتري 10 مرات كل مرة ب 800 ريال، او هشتري 11 مرة كل مرة ب 720 ريال، وهكذا. نيجي لتكاليف الطلب، واحنا قلنا نون في تكلفة اصدار امر الطلب الواحد. امر الطلب في تمريننا اللي احنا بنرمز له في، بلاش الرموز بتاعت المعادلات دلوقتي، امر الطلب الواحد بيكلفني 8 ريال. 8 ريال في عدد مرات الشراء اللي هي نون. يعني العمود ده برضه هيتضرب في 8، يعني مرة قسمنا عليه المطلوب في السنة في العمود الثاني، ومرة بضربه في تكلفة
الأمر الشراء الواحد اللي هي 8 ريال، 8 في 1 ب 8، 8 في 2 ب 16 وهكذا، 8 في 8 ب 64، 8 في 10 ب 80، 8 في 11 هنا تكلفة أمر التكاليف الطلب كل مرة بصدر أمر بكام، فبضرب في العمود ده بيديني النتائج هنا. طيب العمود الرابع تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، تكاليف الاحتفاظ بالمخزون كاف على الاثنين سواء في دي أو في طريقة المعادلات، كاف على الاثنين في تكلفة التخزين بتاعت الوحدة الواحدة. لو احنا قلنا كاف على الاثنين في تخزين امر الشراء الواحد اللي هو باثنين من العشرة، الكلام ده هيبقى 1/10، هضرب ال 8000 1/10 ب 800 في ال 4000 ب 400 في ال 1000 ب 100 في ال 800 ب 80 في ال 720 ب 88 ثم ب هنا الرقم 66. طيب نيجي هنا عملنا العمود الثالث وعملنا العمود الرابع، كيف احصل على العمود الخامس؟ جمع يا سيدي. هنا 8 زائد 800 808، 16 زائد 400 416، 64 زائد 100 164، 80 زائد 80 160، 172 زائد 88 160 ثم 96 زائد 66 162. الله ده انا اقل تكلفه عندي مرتين، 160 و160، عندي طلب 10 وعندي طلب 11. طب اختار من فيهم، ما احنا متفقين ان تكلفة الاقل هي الافضل. تقول لي طب ما هي 160 و160، بس احنا حاطين شرط ان يتساوى عندها تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الطلب. تكاليف الاحتفاظ بالمخزون ب 80 وتكاليف تكاليف الاحتفاظ بالمخزون ب 80 وتكاليف الطلب ب 80، مجموعهم 160، هي دي تعتبر بالنسبة لنا عند 10. شوف كده اللي احنا كاتبينه. من الجدول السابق يتضح ان اجمالي تكاليف الشراء والاحتفاظ بالمخزون تكون اقل ما يمكن عند 10 اوامر شراء سنويا، وكمية اقتصادية لامر الشراء 800، وتكون تكاليف الطلب 80 ريال، وايضا تكاليف الاحتفاظ بالمخزون 80 ريال، كما ان اجمالي تكاليف الطلب والاحتفاظ بالمخزون تكون اقل ما يمكن عند 11 امر شراء، وكمية اقتصادية لامر الشراء ب 720، وتكون تكاليف الطلب ب 88، وايضا تكاليف الاحتفاظ بالمخزون 72، وهو امر محي لاختيار ايهما. انا قلت لك خلاص هختار مين، اقرا السطرين الازرق تحت، يتم اختيار 10 أوامر التي يتساوى عندها تكاليف الشراء مع تكاليف المخزون بمبلغ 80 ريال و80 ريال والإجمالي يبقى 160. خلصنا من موضوع الجدول والمشكلة اللي ممكن تحصل في الجدول أو المشاكل اللي ممكن تحصل في الجدول، يبقى فاضل عندنا طريقة الحل بالمعادلات. عند الحل بالمعادلات أو بطريقة المعادلات يا أخواننا ويا أخواتنا، بنعتمد على قوانين في الاربع حاجات اللي بنجيبهم. اول حاجه بنجيب كاف اللي هي الكميه الاقتصاديه، وبعد كده بنجيب عدد مرات الشراء، تكلفه الشراء، تكلفه التخزين، والاجمالي لو احنا حبينا. اولا عشان نحسب الكميه الاقتصاديه، زي ما احنا قلنا ان كاف بتساوي الجذر التربيعي لاثنين في طاء في عين على نون، عارفين ان طاء هي اجمالي عدد الوحدات في السنه او مبلغها او قيمتها، كاف اللي احنا عايزين نجيبها هي حجم امر الشراء بتاع الكمية الطلبية بالوحدات او امر الشراء الاقتصادي، عين اللي هي هنا هي تكلفة اصدار امر الشراء الواحد، ثم نون هو بلاش به اللي هنا دي، هي نون يا اخوانا تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المخزون خلال الفترة. باستخدام بيانات المثال السابق اللي هو يعتبر بالنسبة لنا المثال الثاني،
طاء ب 8000 وعين ب 8 ونون ب 2 من المية، أي أن الكمية الاقتصادية لأمر الشراء جذر التربيعي ل 2 في 8000 في 8 على 2 100، الكلام ده تحت الجذر التربيعي هيساوي 800 ريال. نكمل الإجراءات والخطوات. عدد مرات الشراء بتساوي طه على كاف، طه ب 8000 كاف ب 800، والفرق عندي هنا 10 مرات، أو النتيجة عندي 10 مرات. تكلفة الشراء بتساوي عدد مرات الشراء في تكلفة أمر الشراء الواحد، الكلام ده هيبقى 10 في 8 بيساوي 80 ريال. تكلفة التخزين بتساوي كاف على الاثنين في تكلفة تخزين الوحدة الواحدة، كاف على الاثنين اللي هي جبناها فوق ب 800 او حسبناها في السلايد اللي فات ب 800، 800 على الاثنين بتساوي في الاثنين من المية، الكلام ده هيساوي 80 ريال. وعلى هذا الاساس من النتائج ممكن نلاقي ان تكلفة الشراء ب 80، تكلفة التخزين ب 80، الاثنين متساويين. يبقى دي عندهم اقل تكلفة ممكنة اللي هي هتبقى مجموعهم ب 160، وبرضو ده بيتفق تماما مع ما تم التوصل اليه في الجدول السابق. معنى كده يا اخواننا واخواتنا ان الامر ليس بالعسير، الامر في منتهى اليسر، في منتهى السهولة. لذلك انا هعيد شرح المثال ده تاني، بس المرة دي طبعا بالارقام وكتابة. نبدأ الاول بان احنا نشوف بيانات مثالنا، نرجع له تاني عشان ما ننساهوش. بيقول لي تتوقع شركة ريتاج ان يكون اجمالي الطلب على احد الاصناف خلال العام القادم 8000 جنيه، وقد تم تقدير تكلفة امر الشراء بمقدار 8 ريالات، فاذا علمت ان تكلفة التخزين تعادل 20%. انا والله حد اكتب مع حضراتكم اهو واحدة واحدة، خد بال حضرتك. هو الاول قال لك ان طاء بتساوي 8000 ريال، بعد ما قال لك ان طاء بتساوي 8000 ريال، قال لك ان عين تكلفة اصدار امر الشراء الواحد ب 8 ريال. غير كده قال لك ان تكلفة الاحتفاظ بوحدة واحدة من المخزون ورمزنا لها بالرمز نون بتساوي 20% 2 من 10، ده امر عادي جدا بالنسبة لنا. تعالوا نحسب حساباتنا، نحسب كاف. كاف بتساوي الجذر التربيعي ل 2 في طاء في عين على نون، الكلام ده هيساوي على نفس المعادلة الجذر التربيعي ل 2 في طاء ب 8000 جنيه او 8000 ريال في عين اللي هي ب 8 على ال 20%. الكلام ده هيساوي تحت الجذر 800 وحدة او 800 جنيه، اسف 800 جنيه او ريال في المرة الواحدة. يعني يفترض ان انا عشان اطلب كمية اقتصادية، اطلب كمية اقتصادية تكون تكلفتها او قيمتها 800 ريال. طيب يا سيدي، بعد كده عايزين من حضرتك تحسب لنا تكلفة الشراء وعدد مرات الشراء وتكاليف التخزين. اولا نبدأ من الاول كده خالص، عدد مرات الشراء بيساوي طاء على كاف بيساوي 8000 ريال على 800 بيساوي 10 مرات، حسبناه طبعا 10 مرات بالنسبة للكمية الاقتصادية من خلال الجدول. نيجي بقى للجزء الثاني، هنا هو تكلفة الشراء بتساوي قلنا عدد المرات
في تكلفة أمر الشراء أو إصدار أمر الشراء الواحد. هي عدد مرات الشراء اللي احنا وصلنا لها كم يا أخوانا؟ 10 مرات. في تكلفة أمر الشراء الواحد اللي هي عين بكام؟ عين طلعناها ب8، هو ادهلنا في التمرين ب8 ريال. يبقى تكلفة الشراء بالنسبة لي بتساوي كام؟ بتساوي 80 ريال. ادي نمرة 2 من الجزء الثاني. يتبقى لنا الجزء الثالث وهو المرتبط بتكلفة التخزين. بتساوي كاف على الاثنين مضروبة في تكلفة تخزين الوحدة الواحدة اللي احنا رمزنا لها هنا بالرمز نون، بيساوي كاف ب800 على الاثنين في 20%. الكلام ده هيساوي 80 ريال. خد بال حضرتك، هنا 80 ريال وهنا 80 ريال، الاثنين متساويين يا اخواننا واخواتنا. وده الاساس بالنسبة لي، هي نقطة التعادل او نقطة الكمية الاقتصادية، او الكمية الاقتصادية لما بتتحدد يجب ان تتحدد عن طريق ان حضرتك بتوصل لكميتين او لقيمتين، كميتين زي المثال الاولاني او لقيمتين زي المثال الثاني متساويتين. متساويتين، الكميتين المتساويتين هنا 80 و80 مجموعهم 160، يبقى التكاليف الإجمالية للطلب في المؤسسة دي عبارة عن 160 ريال. صعب؟ أعتقد أن الأمر غير صعب، أعتقد أن الأمر سهل ويسير، وأتمنى أن هو يكون مفهوم بالنسبة لحضراتكم تماما. الأمر لأنه مش محتاج لتفصيلات أو إلى آخره، أعتقد أن أنا مش حطيل فيه أكتر من كده. ولكن ما تنسوش بعد إذن حضراتكم أن دائما نتفق على أن أي شيء بيواجه حضرتك من مشاكل أو أمور زي كده حضرها لي المحاضرات البث المباشر قريبة، وممكن حضراتكم تسألوني فيها أو تطلبوا إعادة بعض الأمور إذا كانت غير واضحة بالنسبة لحضراتكم. آدي مثالنا هو والتعليق عليه والحل بطريقة المعادلات، ثم بعد كده عدد مرات الشراء وتكلفة الشراء وتكلفة التخزين. بعد كده حننتقل في المحاضرة القادمة إن شاء الله للقيود التي قد تواجه عملية تحديد الحجم الأمثل لأمر الشراء. كده أنا بكون أنهيت محاضرتي إن شاء الله. بنتقابل قريب في محاضرات البث المباشر، وعلى أساس حضراتكم ممكن أن أنتم تسألوني في أي حاجة بتقف معاكم أو محتاجين لفهمها. جهزوا حالكم وأموركم من أنتم تكون جاهزين بالأسئلة في أي وقت أثناء المحاضرة. أنا بحب المحاضرة تبقى شيرينج بيني وبينكم، ما تبقاش من اتجاه واحد أو وان واي بس. النهاردة كنا بنتكلم في أمر مهم جدا وهو تحديد الكمية الاقتصادية. وتحديد الكمية الاقتصادية يا أخواننا وأخواتنا يعتبر لي 3 طرق. درسنا في المحاضرة الماضية طريقة الرسم البياني وطريقة التجربة الخطأ اللي هي الجدول، ثم بعد كده النهاردة درسنا طريقة المعادلات. في طريقة الرسم البياني، الرسم البياني اللي هو ظاهر قدام حضراتكم مش هعيد فيه تاني. طريقة الجدول بيجي المثال ويطلب مني حاجة من 2، يا إما الجدول يا إما المعادلات. في طريقة الجدول حضراتكم بتعملوا 5 أعمدة، عمود لعدد أوامر الشراء، وعمود لحجم أمر الشراء، وعمود لتكاليف الطلب، وعمود لتكاليف الاحتفاظ المخزون، وعمود لإجمالي تكاليف الطلب والاحتفاظ المخزون. وده قلنا المحاضرة اللي فاتت وعدنا عليه النهاردة تاني، والنهاردة عدنا عليه مثالين تانيين. طيب بعد كده كان جديد علينا النهاردة ان احنا ندخل او نستخدم طريقة معادلة الكمية الاقتصادية لأمر الشراء،
وده كان أيسر وأسهل لينا إن احنا نتعامل معها عمليا. فحلينا المثال الأولاني اللي كان بتاع المحاضرة الماضية، ولما حليناه أعتقد كان الأمر أيسر بكتير علينا حلا من خلال الجهاز والسلايد المعروض على الجهاز ومن خلال الكتابة بالإيد. أعتقد لسه في فرصة قدامنا في المحاضرة إن احنا نطول شوية لسه. فكنا قلنا إن المصطلحات اللي استخدمناها طه وعين وكاف ونون، وبعد كده استغلنا على الكمية الاقتصادية أن كاف بتساوي الجذر التربيعي لاثنين في طاء في عين في نون. وبعد كده كنا بدأنا نحل المثال اللي موجود عندنا، وعلى هذا الأساس حلينا المثال الثاني كمان. وكان المثال الثاني بيفترض أن في شركة عندها احتياجات سنوية بمقدار 8000 ريال، وتكلفة أمر الشراء الواحد كانت عبارة عن 8 ريالات، وتكلفة تخزين الوحدة الواحدة كانت 20%. وحلينا ده بالجدول كمان، نحن حلينا أيضا بالطريقة الحسابية أو بطريقة المعادلات. تعالوا بقى نطلع على لو عندي مشكلة أعمل إيه، لو عندي قيود أعمل إيه. زي ما بقول حضراتكم مازال في وقت في المحاضرة نستكمله. القيود التي قد تواجه عملية تحديد الحجم الأمثل لأمر الشراء، قد تواجه عملية تحديد الحجم الأمثل ثلاث قيود. هناخد الثلاثة هنعرفهم، والأول والثاني هناخد عليه تمارين عملية. ربما أشرح الثلاثة وما نلحقش نستكمل الحلول العملية أو التمارين العملية، ولكن لا مانع أن احنا نتكلم أو نكمل محاضرتنا عادي زي ما احنا متفقين. القيد الأولاني، قد يكون هناك بعض القيود على حجم الطلبية. يعني إيه؟ يعني قد يكون أن المورد اللي هيورد لي أو المنتج اللي أنا بستورد منه ما بيصدرش إلا بكميات معينة ومحددة. مثلا احنا من شوية في مثالنا كانت حجم الطلبية الاقتصادية في المثال الأولاني كانت 1000، وفي المثال الثاني كانت 800. فإذا فرضنا أن المورد لا يقوم إلا بتوريد أو بتصدير 500 وحدة في المرة الواحدة، الحل إيه؟ الحل ايه؟ انا محتاج ل1000. اعمل ايه ده هو في المرة الواحدة؟ يعني كده انا مجبر ان انا اطلب مرتين. طب افرض كانت الكمية الاقتصادية عند طلبية واحدة، يبقى انت بتخسر. في المثال الثاني كانت الكمية الاقتصادية 800 ريال، فلنفرض بقى المرة دي ان هو الراجل ما بيبيعش الا 400 كل مرة، معنى كده برضو ان انت هتطلب طلبيتين. في الحالة دي يا اخوانا بشوف الكميات دايما دايما مجموع الكميات اللي هيديها لك في تمرين زي ده اللي فيه مشكلة القيود على حجم الطلبية، الكميات اللي هيديها لك مش اللي توفي الطلب، فبيبقى عندي مشكلة. فلنفرض ان انا محتاج 1000 وحدة، محتاج 1000 وحدة سنويا، وعند 1000 وحدة سنويا هو ما بيصدر ليش او ما بيبعت ليش المورد الا 400 كل مرة. الحل اعمل ايه؟ فحضرتك تحسب حساباتك بتاعت كمية اقتصادية بالكامل عند الرقم السابق للالف، وتحسب حساباتك بالكامل للكمية الاقتصادية عند ما فوق الالف، هفهمك واحدة واحدة، وتشوف ايهما افضل بالنسبة لك او اقل بالنسبة لك وتاخدها، وعادة هتكون الكمية الاقل. يعني ايه مش فاهمين؟ قلت لحضراتكم افرض ان احنا كنا بنشتغل في المثال الاولاني، والكمية الاقتصادية طلعت عندك في المثال الاولاني 1000 وحدة في الطلبية المرة الواحدة، وهو ما بيصدرش او ما بيبيعش الا 400 بس في المرة الواحدة. طب اعمل ايه؟
انا قلت لحضرتك خد اللي قبل واللي بعد الكمية الاقتصادية، اللي هو بعد الالف وقبل الالف. ايه اللي قبل الالف وايه اللي بعد الالف؟ يعني هنا يا اخوانا هو ما بيبيعش الا 400، طيب ايه اللي قريب من الالف من الربعميات؟ يعني كل مرة تطلب 400، يعني ممكن تطلب مرتين ب800، ولو طلبت تلات مرات ب1200. خد بالك اهو بدأت تظهر الرؤية شوية، ممكن مرتين ب800، ممكن تلات مرات ب1200. انا محتاج 1000 بس، يبقى انا كده حددت ما قبل الالف وما بعد الالف. ما قبل الالف 800 وما بعد الالف 1200. احسب حساباتك وتكاليفك بالكامل عند 800، واحسب حساباتك وتكاليفك بالكامل عند 1200، وشوف ايهما افضل بالنسبة لك. عادة ما هتكون الكمية الاقل، وهنشوف الكلام ده في مثالنا. النوع الثاني من القيود، قيود على التخزين. يعني ايه قيود على التخزين دي كمان؟ يعني قد تكون الطاقة المخزنية الاستيعابية بتاعت المخزن بتاعك محدودة، وما تقدرش تستوعب الحجم الامثل اللي انت هتطلبه. وعشان تطلب الكمية الكبيرة دي المؤسسة بتاعتك لازم تأجر مخزن جديد. مش فاهمين عدلنا تاني؟ لو فرضنا ان الكمية الاقتصادية زي ما طلعت من شوية في مثالنا الاولاني كانت 1000 وحدة، المخزن عندي لا يستوعب الا 750 وحدة، المخزن عندي لا يستوعب الا 750 وحدة، ما الحل؟ لو جبت بقى الكمية الاقتصادية اللي هي 1000 وحدة، لازم تأجر مخزن تاني. عشان تأجر المخزن ده عشان تحط فيه ال 250 الفرق، ما هو المخزن بتاعك ما بيشيلش الا 750، وانت الكمية الاقتصادية اللي هتخفض تكلفك كلها بالكامل هي ال 1000. طب ال 250 الفرق دول لو هحطهم فين؟ يبقى لازم أأجر. طب أأجر وخلاص؟ لا مش هأجر وخلاص، لا خد بالك، اما تيجي تأجر شوف تكلفة تأجير المخزن هتوصل تكاليفك الإجمالية لكام. مش فاهم؟ تجمع تكاليف تأجير المخزن على التكاليف الإجمالية للكمية الاقتصادية وتشوف تكلفتها هتبقى أفضل ولا تكلفة ال 750 لو طلبت في المرة أفضل، وتختار على أساسهم. أما القيد الثالث فهو قد يكون وجود خصم كمية. يعني إيه خصم كمية؟ ان يكون هنا عندك خصم كمية المورد بيقدمه لك. بمعنى لو خدت مني مثلا 500 وحدة هدي لك خصم 5% على الثمن يعني، ولو خدت 1000 وحدة هدي لك 10%، لو خدت فوق ال 1000 وحدة هدي لك 20%. طب ما انا التخفيض ده هيخفض من تكاليفي، يبقى انت بتحسب حساباتك بكميه اقتصاديه قد تكون غير صحيحه اذا حصلت انت على خفض كميه او خصم كميه زي ما احنا بنقول. ففي الحاله دي لازم تحسب خصومات الكميه كل مره تكلفتها هتدي لك كام. بمعنى احسب تكلفتك الاجماليه الاقتصاديه العاديه بتاع كميتك الاقتصاديه، وكل مرة منها تخصم 5% كام، 10% كام، 20% خصم كام، وتشوف التكلفة أفضل لك فين، وتبدأ إن أنت تطلب الكمية اللي تناسب ده. عشان كده هي غلسة شويتين، فأنا ما حبيتش إن أنا أحطها لكم في المقرر اللي هي وجود خصم الكمية. إنما الاتنين الأولانيين سهلين وأيسر من الأمر تماما، فعشان كده أنا حاولت إن أنا أشرحهم لحضراتكم، لأن الأمور ده هتواجهكم كتير جدا في شغلكم في عملكم. تعالوا نشوف الكمية الاقتصادية لأمر الصيدلة لما يكون في قيد على حجم الطلبية. خد بالك تفصيلا بقى اللي انا كنت بتكلم فيه دلوقتي، ان بعض الشركات اللي بتبيع قد ان هي تحط قيد على الكمية اللي هي بتوردها، والكمية اللي هتوردها لك قد
تتساوى مع الكمية الاقتصادية، بس في الحالة دي مش هيجيب لك التمرين، يبقى تبقى عارف ان التمرين اللي بيجي لك فيه مشكلة كمية اقتصادية مع قيود على حجم الطلب، لازم هيجيب لك فيه رقم مختلف علشان تبدأ ان انت تكمل الامور بتاعتك. في الحالة دي لازم احسب تكاليف التخزين وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون لكل حجم طلبية من الطلبيات. وانا قلت لحضراتكم عند الادنى والاعلى، ادنى واعلى يعني ايه؟ قلت لك لو انت الكميه الاقتصاديه طلعت 1000 وهو ما بيبيعش الا 400، فما فيش عندك الا ان انت تطلب طلبيتين ب 800 او تطلب ثلاث طلبيات ب 1200. اخد من فيهم، احسب عند دي وعند دي واختار على ادنى تكلفه بالنسبه لي عشان تحدد حجم الطلبيه الادنى وحجم الطلبيه الاعلى اللي هم ال 800 وال 1000. لابد ان انت تحسب حساباتك عند الثلاث ارقام 800 والالف اللي هي الاقتصادية. ده في الاول بتحسبه قبل ما تبدأ ان انت تشوف ان دي 800 ودي 1200 والكلام ده، بتبدأ تحسب كميتك الاقتصادية وتحسب تكاليفك عند 800 وتحسب تكاليفك عند 1200، وعندها تستطيع الاختيار ما بين الاثنين. تعالوا نشوف المثال ده. مثال هنا الكمية الاقتصادية لأمر الشراء عند وجود قيد على حجم الطلبية. هنرجع للمثال الأولاني بتاعنا الأول خالص اللي كان بيتكلم على أن المخزون خلال العام اللي هو طاء كان بخمس تلاف وحدة، وتكلفة الطلب أو الطلبية أو أمر الشراء الواحد كان بعشرة ريال، و تكلفة الاحتفاظ بالمخزون بالوحدة الواحدة من المخزون بتعادل 1/10 ريال. كنا قمنا بحساباتنا وتلاقينا حضراتكم ان نمرة واحد الكمية الاقتصادية لما حسبناها في تمريننا، بصوا كده، طلعت بألف وحدة الكمية الاقتصادية، بألف وحدة، فما تنسوش. نمرة اتنين طلعنا تكلفة الشراء او امر الشراء وتكلفة التخزين، وكانت في الحالتين 50 و50. شايفينها؟ مجموع التكاليف الإجمالية 100 ريال. تعال نشوف الراجل ده هيقول ايه عشان اسيبه لكم حضراتكم تفكروا فيه نحله ازاي. اضف الى المثال السابق ان الشركة تقبل الطلبات بمجموعات 400 وحدة فقط، الشركة اللي احنا بنطلب منها ما بتبيعش الا 400 بس. مثال على الكلام ده يعني شركة روسوندا مش هيبقى عندها إلا إن هي يا إما تطلب 400 يا تطلب 800 مرتين على مرتين، أو تطلب 1200 على ثلاث طلبيات. يعني هي ما بتقبلش الطلبات إيه بمجموعات إلا إيه 400 بس، ما بتبيعش إلا 400 في المرة الواحدة، بتطلع 400. طيب أعمل إيه؟ واضح الأرقام قدام حضراتكم. بعد حساب الكمية الاقتصادية، الكمية الاقتصادية كانت عندي في تمريننا ده 1000 وحدة. ما هو الرقم السابق أو الأدنى للألف، وما هو الرقم التالي على الألف أو الأعلى من الألف؟ فالسابق أو الأقل هو 800 وحدة، قد تشتري 800 وحدة على طلبيتين، أو تشتري 1200 وحدة على 3 طلبيات. مين أفضل؟ والله لازم أحسب تكلفتي هنا ولازم أحسب تكلفتي هنا وابدأ ان انا اقارن واخد قرار. المطلوب احتساب البديل الافضل للكمية الاقتصادية لامر الشراء اذا كانت الشركة لا تسمح بشراء الكمية الاقتصادية لامر الشراء. ما بتسمحش بشراء الكمية الاقتصادية، ما بتسمحش بشراء الالف وحدة. اعمل ايه؟ حضراتكم فكروا فيها لغاية ما نتقابل ان شاء الله في المحاضرة القادمة، يمكن استعرض ليها في محاضرتنا بعد كده اللي هي بتاعة البث المباشر اما يجي توقيت البث المباشر، لان هحتاج ان انا اعيد شرحها مرة تانية لحضراتكم في البث المباشر للتوضيح ان شاء الله. اعتقد كده انا بكون ان شاء الله انتهيت من المحاضرة، ووقت المحاضرة شرف على الانتهاء. موضوعنا النهاردة كان موضوع مهم، هيجي في الاختبار الفاينل، ان شاء الله هيجي في اختبار الفاينل. هيبقى الاختيار بتاعنا ازاي؟ انا اديت امثلة الاختيارات او تيجي ازاي، وهدي لك حلول وانت تختار من بينها. طب القوانين، انا القوانين هديها لحضراتكم.
هتبقى معطاة في التمرين وفي طريقة الحل، وهحسب لك أنا الحسابات، عليك تختيار في الحساب الصح أو طريقة الحساب الصح. بكده كده بكون كده بكده أنا إن شاء الله وفيت الأمر تماما، وأصبح واضح. المحاضرات القادمة إن شاء الله نستكمل فيها القيود على الشرع. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.